جمعية كونهادي شاركت بالميدل ايست سوشيال ميديا فيستيفال 2015 اللي كان كحدث بيصير اول مرة بالمنطقة كتير ناجح من عدة نواحي. اول ناحية اختيار المتحدثين اللي كانوا عم بيمثلوا شركات وخدمات كلنا بنستعملهم بحياتنا اليومية ان شاء الله بالشغل او بحياتنا الشخصية. من ناحية تانية اختيار المواضيع والمعلومات اللي كانت كتير up to date وجديدة وأساسية بهذا المجال. من ناحية تالتة المشاركين اللي بين تعدادية خلفياتهم على قد كان في حاجة لهيك نوع event يصير، والخلفيات المتعددة كتير ساهمت بالnetworking experience اللي صارت بهذا الايفنت اللي كان على فكرة تنظيمه وتقديمه معمول بطريقة كتير مهضومة مع انترتينمنت الواحد ما بتوقعه. فالاكسبيرينس كلها على بعضها كانت كتير حلوة ومنعشة، واكيد نترقب السكند اديشن لهذا الايفنت. وثانك يو رايت سيرفيس، ان شاء الله كل مرة احسن واكثر.